ولذلك يا إخواني ما تقوم به فرنسا في المرحلة الأخيرة من سلوكات دبلوماسية لا تحترم العرف الدبلوماسي في العلاقات الدولية، ما تقوم به فرنسا في إطار التحرش المستمر بمختلف القضايا التي جعلناها قضايا عادلة، آخرها تصريحات الرئيس الفرنسي في مجلس المخزن الأخير، وآخرها تصريحات بعض الساسة الفرنسيين وبعض الدبلوماسيين السابقين الذين كانوا يتواجدون في هذه الأرض الطيبة، تصريحاتهم لا زالت تحمل بذور الاستفزاز. روبيو، أي كيف ما سمعتوا، روبيو الأمريكي، السيناتور روبيو الأمريكي، يقدر يكون هو وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية. سميته الكاملة ماركو روبيو، هو هذا اللي في الصورة مع دونالد ترامب، هو بوعو ديال الجزائر. كيف ما تقولوا الدراري الصغار عندك بوعو، دابا راه الناس كاملين تقولوا الجزائر، عندك الروبيو الأمريكي ها هو جاي، يقدر يكون هو وزير خارجية أمريكا حسب التسريبات اللي خرجت والتوجه ديال دونالد ترامب إلى التعيين ديالو. كاين اللي غيقول لي وشنو العلاقه ديال هذا والجزائر؟ هذا السيناتور هذا هو الذي دعا سابقا لفرض عقوبات على الجزائر لانها كتشري الاسلحه من روسيا. هذا الروبيو الامريكي اللي كنحييه وكنتمنوا انه يكون هو وزير خارجيه امريكا، كان قال لهم بان الجزائر كتدعم روسيا في الحرب ديالها ضد الغرب، تمويلات الضخمه اللي كتعطي روسيا في الصفقات ديال الاسلحه وايضا في المشاكل ديال الغاز لذات، وكان هو دعا الى فرض قوانين في الكونغرس الامريكي على الجزائر. دابا راه المراديه تيقولوا ماشي مشكل دونالد ترامب، ودابا باغيين يفكوها غير مع الروبيو، ما بغاوش الروبيو يكون هو وزير خارجيه امريكا، والقضيه عندهم حامضه. وهذه هي المراسله ديالو في الكونغرس فاش كان قال لهم بان الجزائر خاصها تعاقب وخاص الولايات المتحده الامريكيه والغرب يفرض عقوبات قويه وضخمه على الجزائر لاقتنائها صفقات ضخمه من عند روسيا وتمويلها للحرب على اوكرانيا. ودابا هادشي داروا هو سيناتور، وتصوروا دابا يولي وزير خارجيه الولايات المتحده الامريكيه ومع عطيطي فيك حل عفطه مشاكل صافي. دابا راه الجرار ولاو كيشوفوا ترامب ولاو كيشوفوا ملاك. سلام الله عليكم واهلا وسهلا بكم في حلقه جديده مع حاتم المراد. حلقه غنشوفوا فيها شنق ريحه خرج اخيرا، او شنق الريحه هذه هي السميه الحقيقه ديالو، شنق الريحه خرج اخيرا وغنشوفوا شنو دار، وغنشوفوا من بعد عوده الكلون المضحك بن قرينا. اييه بزاف الناس منكم كان تيقول لي يا خويا حاتم وبن قرينا من مورا الانتخابات غبر، انا جبت لكم اليوم وفضائح بكماجم. ولكن قبل ما نبداو خليونا نتكلموا على بعض الكلام اللي كيدور على الكويره، واش موريتانيا اللي كدير الاداره، وكيفاش واتفاقيه مدريد، وشي موريتانيين تقنع لهم راسهم ما عارفينش بان اصلا هذيك موريتانيا راه هي ارض تنقير، راه اصلا ارض مغربيه وخديتوها غير على ود فلسطين. هذه هي كتعطي يد كيجر لك الكتف، هي هذه ديال موريتانيا. ما كفاتهمش هذيك الفضيحه ديال السفير الجزائري الذي أهل الموريتانيين وبدا كيتكلم في هذاك الحفل اللي داروا ديال ما يسمى بالثورة الجزائرية في نواكشوط، وجاب الأعلام ديال بوليزاريو وبدا كينتقد المملكة المغربية. ما كفاتهمش هاد الفضيحة، قال لك دابا بعض النخب قال لك لا، الإدارة حسب اتفاقية مدريد إدارة الكويرة تعود إلى موريتانيا ولا تعود إلى المغرب. تاريخيا وبالمنطق إلا مشينا بهذا الكلام هذا وتكلمنا على اتفاقية مدريد، اتفاقية مدريد تلغات. علاش تلغات؟ لان موريتانيا عندما وقعت تنازل على الاتفاقيه ديال مدريد لصالح البوليزاريو في الجزائر، واش عاقلين على ديك الاتفاقيه؟ يعني تنازلتوا على اي حاجه كانت في الاتفاقيه ديال مدريد. يعني حاليا موريتانيا ما عندها حتى شي اداره، لا الكويره لا على حتى شي نقطه في الرمال الصحراء الغربيه المغربيه. ممكن نتكلموا على اتفاقيه مدريد، كون نتوما ما وقعتوش تنازل الى البوليزاريو، واش حنا درنا حرب الصحراء واستشهدوا منا الالاف وترملوا منا العائلات والنساء وتاثروا لنا الناس لعقود بحال الاسير السابق الجندي البطل اللي كنطلبكم دائما تشاركوا في القناه ديالو عبد الله السامر، ويجي واحد يقول لك لا عندنا الاداره وما يمكنش، راه غير منطقيه. كيفاش عندك الاداره وانت تنازلتي الاداره ديال هذيك المنطقه البوليزاريو وليتي كتعترف بها؟ فما كايناش الاداره على الكويره، الكويره منطقه مغربيه وسيتم الاعمار ديالها بالخطر، ماشي بالخطر ماشي مشكل، غيتم الاعمار ديالها. وفي اطار الصحراء الغربيه السفير الفرنسي راه مشى للعيون والداخله هو بزاف ديال الموظفين ديال الدبلوماسيه الفرنسيه وبزاف ديال رجال الاعمال. ودابا عاوتاني غنبداو نسمعوا العاويل وغنسمعوا فرنسا ولقد حان وقت العقاب
وبالمناسبة غنسمعوا كلام على هذا الموضوع من واحد رئيس حزب جزائري ينتقد ويهاجم فرنسا لأنها اعترفت بمغربية الصحراء. الباهر للاستعراض العسكري الذي تم تنظيمه بمناسبة الاحتفال بالذكرى 70 لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954 يطيب لي أن أتقدم لكم باسم السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي بأحر التهاني وأزكى آيات الشكر والعرفان على الجهود المضنية التي بذلتموها بكل تفان وإتقان طيلة كافة مراحل تحضير وتنفيذ هذا الاستعراض العسكري. وجه القريحة كان غابر ومن يسمع الحرب وقع طبول الحرب وهبر وتمالك خايف شنقريحة ويك ما تفكرتي المناضلة المغربية ما تخافش شنقريحة ما تخافش دابا صدق أو لا تصدق قال لك هذاك الاستعراض العسكري كيف ما تسميه العسكري قال لك تي دار لهم تكريم على داكشي اللي داروا في الاستعراض العسكري طيارة ضربات هذوك الشهوب ديالها الفضيحة ديال الدبابات وحده خسرات وآخرين تلوتوا البيئة الفضيحة ديال هذوك الجنود دير لهم الخطوط وفضائح وبكماكم أنا شخصيا درت عليهم ثلاثة الحلقات ديال الفضائح كل نهار كندير عليهم 20-35 دقيقة ديال الفضائح وداروا لهم تكريم دابا الناس كيكرموا الاستعراض ديال العنصر الكلبي وفضيحة لو انا كنت بلاصك عشان قريحة والله تبابهم الإعدام كاملين على ذاك الفضيحة ديال العنصر الكلبي والطيارات اللي ما تخدموه وشو هذوك اللي ينزلوا بالباراشوت تلاحوا في الديور لهي واش هذا هو ذاك الدبابة اللي خسرات وذاك الدخاخن اللي خارجين وذاك الدبابات ديال الاتحاد السوفيتي وكديروا لهم تكريم أبان لي واقيلا التكريم هذا ماشي على نجاعات الاستعراض ديال العنصر الكلبي لا بان لي واقيلا غير ضد في المغاربة غاب شي فقصون وصال كاين شي واحد تكرم فشل الاستعراض الكلبي الجزائري لا كريم تابعتم كلمة الفريق أول سعيد شنقريحة أثناء تكريم المشاركين في الاستعراض أو تكريم إطارات ومستخدمي الجيش المشاركين في الاستعراض العسكري والله العظيم إلا داروها بالصح والله العظيم إلا داري اليوم تكريم داروا اليوم العنصر الكلبي وما تيديروا اليوم التكريم وعطاو الدبلومات وبالي في التوقيع كاين توقيع عشان قريحة العنصر الكلبي او دي الناس كيتحاربوا مع اعداء وحنا محاربين مع دوار مع جماعة البهلوانات واش الناس كيديروا التكريم ديال مواقع في الاستعراض ديال العنصر الكلبي فعلا صدق من قال انه العالم الاخر صفا واحدا حول اشقائنا الفلسطينيين وحول اشقائنا اللبنانيين لان المستقبل غزة ما بعد الحرب يجب أن يحدده الفلسطينيون في المقام الأول وفي المقام الأخير وكذلك الأمر بالنسبة أولا كان واحد الفضيحة هنا في المؤتمر الإسلامي اللي كان في الرياض والذي يقام من دون حضور عبد المجيد كدون كان اللي يقول لي واه المروكي ورتا الملك ديالكم ما جاش لا الملك ديالنا عنده الظروف الخاصة اللي كتشفع لي أنه ميجيش الحالة الصحية ديالو اللي كنشوفوها ما كيخبي علينا تشي حاجة فجلالة الملك نصره والله وأيده تشي واحد ميلومه مع دور صحياً ما يقدرش يمشي والله يشافي من هذا المنبر وكنطلب منكم مرة أخرى الدعوة معها في النفس ديالكم ولكن كذبون وخا عنده رجل بلاستيكية صوبة في ألمانيا ولكن كيتمشى الدليل هو أنه مشى لمصر مشى بوحده لمصر ومشى العمان ومشى من قبل الصين ومشى روسيا فكيف يعقل أسابيع قليلة مشى للشرق الأوسط ودار جوج زيارات ودارهم في واحد الوقت وجيز يعني كانوا زيارات متعبة ومع ذلك مشى ولكن في الاجتماع الذي يخص نصرة الفلسطينيين من طرف العالم الإسلامي وفي بزاف ديال الدول ما حضرش اليوم كذبون وهذا استهزاء بالقضية الفلسطينية شنو كاع اللي غادي يخليه ما يمشيش لتما شنو زعما تيحل مشاكل ديال القهوة تيحل مشاكل ديال منع استيراد السيارات تحل مشاكل ديال خروج سيارتين في الاسبوع في مصنع وهران ديال الفيات 500 شنو زعما الحاجه اللي ممكن تخليه يمتنع عن الحضور في هذا الملتقى الاسلامي لنصره الفلسطينيين ياك نتوما كتقولوا نحن مع فلسطين ظالمه او مظلومه علاش صيفطوا وزير الخارجي علاش ما صيفطوش مثلا كيف ما دار جلاله الملك نصره والله وايده صيفط رئيس الحكومه فين هو رئيس الحكومة ديالكم؟ فين هو الوزير الأول ديالكم؟ وخا رئيس الحكومة أخنوش
بهدلنا صراحة بدك الارتباك دياله في الكلمة اللي كان. ولكن على الأقل المغرب يعني لظروف صحية جلالة الملك ما قدرش يحضر، صيفط الرئيس الحكومة، ثم مصيفطين وزير الخارجية ديال الجزائر اللي ما عنده التقيمة توزن لا هيبة لا تعرف يهضر لا يعرف يتكلم، عاد خدا طريحة في الملتقى الروسي الإفريقي وصيفتو من بعد قلتو لي دوز من تمايا، يعني عندكم قضية فلسطين قضية للمتاجرة فقط. وانا متأكد كون كان شي مؤتمر مثلا كيف ما كان لنصرة البوليزاريو كان كذبون غيمشي تيجري، يعني كذبون في ظل الخلافات اللي عندهم مع دول الشرق الأوسط دول الخليج اللي كتعترف بمغربية الصحراء، تيفضل انه ما يحضرش ويفكك العالم الإسلامي ويبين على ان القضية الفلسطينية لا قيمة لها. ولكن عنده الزهر الاعلام ديالنا ما توصلش هادشي للفلسطيني. المهم الجرار وعاقوا بكم، ما كاين لا فلسطين لا والو، انتم كدعموا فقط تقسيم المغرب وكتعاديوا فقط المغرب، اما فلسطين فهي ديك النافذة اللي كتستغلوها باش تدخلوا القضية ديال البوليزاري او بعث الدولة الجزائرية ذات السيادة والمرجعية التي تكلم عليها بيانه اول نوفمبر. لكن مجرد ما جاء الاستقلال 62 صدرت حرية المجتمع الفردية والجماعية في تشكيل الحزب، فأصبح الحزب هو القائد للأمة الجزائرية، وفرضت عليها ثورات زراعية وصناعية وثقافية بعيدا عن حرية الفرد ولا حرية المجموعة. إذا أردنا أن نتكلم عن الدولة الجزائرية حاليا تتكلم بأن الدولة الآن تقاد من نظام، النظام هذا قد يكون قائدا أو سلطة أو مواليا أو معارضا، وما يسمى عليه بالأحزاب السياسية والقوى التي تلعب دور الضد مثلا مثل الإعلام والصحافة ومدونين والكتاب وغيرهم، ومن مجتمع مدني بمختلف تفرعاته نقاباته اقتصادية واجتماعية وثقافية ورياضية وغيرها، ومؤسسة عسكرية ضابطة لإيقاع الدولة ومؤسسة عسكرية ضابطة لإيقاع الدولة وحامية لوديعة الشهداء. اهلا وسهلا بن قرينا، وتوحشناك صح، وراه كنا تبلينا بديك الكوميديا اللي درتي لنا في الانتخابات، هذيك الزحليقه وطالع الطوبيس كتفرق الاوراق وسرقوا لك البسطام والهرطاقات اللي كنتي كتقولوا، ولفناك صاحبي تبلينا بك في الاخر قطعتي علينا الموضه غبرجي. وفينا ودي بن قرينا فين غابر؟ المهم بن قرينا كيضرب في السياسه ديال بوخروبا، لان بوخروبا هو صاحب هادشي ديال الزراعه وهادشي اللي هضر عليه بن قرينا اللي انتقدوا، راه بوخروبا اللي دار. دابا بوخروبا كيضرب في المقدسات ديال الجزائر، لان داك الفار بوخروبا راه من المقدسات الجزائريه، ولحد الان كتقول راه كيمشي حسب العقيده ديال بوخروبا. وبن قرينا حتى كيفاش القوى التي تلعب دور الضد والقوى التي تلعب دور المعارضه؟ حتى اين دور الضد ودور المعارضه؟ وسمعتوا فاش قال هو مؤسسه عسكريه ضابطه لايقاع الدوله، يعني كاين رئيس كاين احزاب كاين كذا وكاين كذا، مجرد كراكيز اللي كيضبط الايقاع واللي كيشطحهم هو النظام العسكري. يعني هنا بن قرينا كيعطي الولاء ديالو مره اخرى للنظام العسكري، والظاهر في هذا الخروج ديالو انه مغبون مقلق. شكون اللي قلق لينا بن قرينا؟ هذيك الضحكه الهبيله اللي كانت يدير في الانتخابات شتا ما حاضره في هذا الخطاب، هذا بان ليا مقلقينو، بان ليا كذبون، وقيلا خوابي ما عطاه لا منصب لا والو، كان بغى يكون رئيس الحكومة ولا شي حاجة وخوابي. ودابا كيتشكى من كذبون النظام العسكري، تقول له شوف انت رئيس وكذا، ولكن شكون اللي كيشطحكم؟ هو النظام العسكري اللي كيضبط الايقاع. شكرا بن قرينا على هذه الاعترافات، صراحة اعترافات رائعة جدا. كان ضربتي في بوخروبا، من بعد غادي يضرب في بوتفليقة ومازال نفضحوه، وكيضرب في كذبون وكيأكد على انه المغاربة الكلام ديالهم صحيح. الجزائر مجرد كازيرنا، مجرد سجن كبير. شكون اللي كيشطح هاد الناس كاملين؟ هو النظام العسكري كيضبط لهم الايقاع، الايقاع ديال الواي واي. خطر الارهاب الهمجي الذي ضرب الجزائر في سنه التسعينات ولم نجد عون للامه الجزائريه، وجد نفسها وجد الجيش الوطني الشعبي ومختلف اسلاك الامن مع. وانتم غنقولوا لينا شنو درتوا لحبيبنا بن قرينا؟ مالكم مقلقين؟ شو اللي تهدد كاع بالارهاب؟ يعني الحركه ديالهم ممكن تخرج دير لكم الارهاب ودير لكم العشريه السوداء، ومره اخرى كيخلي صاحب الايقاع
اللي كيضبط لهم الايقاع تيحطوه بالجنب، يعني تيشيط العسكر. يعني دابا راه تيقول رئيس الحركه الشعب ما ساوي والو من غير العسكر، وانا نقدر ندير عشريه سوداء وكذبوا. تفك لينا مع بن قرينا، ويا ريت مثلا ديروا في شي وزاره زوينه بحال وزاره التجاره، ولا الناطق الرسمي مثلا بالرئاسه ديال كدبون، ولا المهم دبر عليه ما تخليش مقلق هكا. ويلي فين هي الضحيكه ديالو؟ فين ديك الزحليقه اللي كانت تزحلق في هذيك اللعيبه في الجرده؟ فين هو داك التبهليل ديالو اللي ولفنا؟ واش عاقد عجبانه وغضبان ومقلق وتيهدد في الشعب الجزائري؟ شادشي يا بن قرين، اقول ما يحدث في بنغازي من تحالف هجين بين جزء من الانظمه العربيه التي هي في فلك الولايات المتحده الامريكيه مع روسيا عن طريق فاغنر، هو تحالف هجين ويهدد احيانا امن الجزائر، لان تهديد امن ليبيا هو تهديد لامن الجزائر، ويهدد امن الجزائر عن طريق حليف استراتيجي وهو الروس، نتيجه تواجد مجموعه فاغنر الداعمه لمجموعه حفتر ومن ولاها، وعدد من الأنظمة العربية التي نعتبرها نحن شقيقة لنا، ونتقاسم معها فضاء الجامعة العربية، ونتقاسم معها فضاء التضامن العربي، ونتقاسم معها منظمة المؤتمر الإسلامي. أنا في الأول فاش سمعت تتكلم على ليبيا وتحالف الدول الخليجية مع الروس، وخا هما كيتحالفوا مع أمريكا، هادشي كيهدد الأمن القومي الجزائري، وأنا ما عمري عرفت بأن الأمن القومي الجزائري من أمن ليبيا، لأن ليبيا خربت وكان فيها حروب أهلية ونض فيها صداع لعشرات السنوات، والجزائر لم تحرك ساكنة. فما فهمت أنا كيفاش اليوم ولات عندكم أمن قومي. من الوهلة الأولى كتفهم على أنه كيتكلم على الإمارات، وفعلا كيتكلم على الإمارات، ولكن واحد المصطلح آخر فاش تكلم على يجمعنا أيضا من غير الجامعة العربية كيجمعنا أيضا المؤتمر الإسلامي. وفين كاين دابا المؤتمر الإسلامي؟ كيتنظم في السعودية. يعني بن قرينا كيضرب في الإمارات وكيضرب في السعودية أنهم كيتحالفوا في ليبيا ضد الجزائر. ومزيان الكوكب بن قرينا، يا ريت كون كنتي انت رئيس، وكون غير داروا شي نظام مثلا يكونوا فيه رئيسين، كدبون وبن قرينا، وبجوجهم كيخرجوا لنا هاد الخراجات. المهم خوتي المغاربه، وصلوا هادشي، الله يرضي عليكم والله يجازيكم بخير والله يقدركم على فعل الخير. وصلوا هادشي لاخواننا في الامارات والسعوديه. يجب ان تكون في المشاركه السياسيه الثقه واليقين قبل ان تكون تقاسم مناصب. كي نقول الثقه يجب أن يكون فيها تحمل الأعباء واضحا ومتقاسما، مش أنت تكون شريك في السلطة وبأي اهتزاز أو ارتداد اجتماعي أو ضربة أو خوف أو بريق أمل أنك أنت يمكن تكون السلطة، الآن أنت شريك في السلطة، ويمكن شفت الآن حراك أو تحرك أو صدمة اجتماعية أو احتجاجات مهنية وأنت جزء من الحراك، أنت جزء من السلطة مشارك فيها، ولكنك لا تتحمل الأعباء. تبدا تقول انا قلت لكم وانا قلت لكم وحبيت تسمعوا لي، ولذلك تحملوا مسؤوليتكم وحدها وحدكم، والا كذا الشراكه تقتضي الخساره والربح متساويين، والا ولات ربا. وشميتو من الاول قلت لكم السيد مقلق عاقد عجبان وما دارش هذاك التبهليل بزاف، مقلق قلقوا كذبون ما عطاش شي منصب، هو بدا عاوتاني تيهددهم تيقول لهم يقدر ينوض الحراك، تقدر تنوض الفوضى، وتقاسم المسؤوليه ماشي خاص يكون زعما بالتشارك وما يكونش زعما بحال الريبة. انا ما فهمتش الريبة الكريدي لهذا التقاسم المسؤولية. وابن قرينا صافي فهمناك، ما عطاوكش مناصب وانت بهدلتي راسك في الانتخابات، شوهتي راسك في الانتخابات، فضحتي راسك في الانتخابات، وفي الاخر ما عطاوك والو. اذا فهمنا انك تستنجد بالعسكر، وفي نفس الوقت كتهدد كدبون بالاطاحة به، تنوض لهم الشغاب وسميتو. صراحة غيكون صراع الجبابرة، كدبون من جهة اللي مع العسكر، وبن قرينا اللي هو بيدق ديال العسكر وباغي ياخذ هو البلاصه ديالو، واخا غا مع كذبون يكون غا وزير ولا شي حاجه، المهم خاصو ياخذ البلاصه ديالو. وصراحه الا وقع هادشي غنكونوا مرضيين للوالدين. حنا كنا كنتمناو غير شنقريحه وكذبون يبقاو في الرئاسه، فتصوروا مثلا الحكومه يولي فيها رئيس حكومه سميتو بن قرينا. يا سلام يا سلام. اطمأنت واقول بان الارهاب بلغ ذروته في 90 بعد الانتخابات الرئاسيه، بدا في الانحدار والنزول، فجاء الرئيس عبد العزيز بوتفليقه وجد البلد امن مستتب ولم يكن لديه اي فضل في مجال المصالحه. واذا كان حابين نتكلموا على مستوى المصالحه، اول من نادى بالمصالحه سنه 93 هو الشيخ محفوظ محنه رحمه الله عليه. ف
فوجد اتفاق المصالحة جاهزا فوقع عليه، ولكن الاتفاق السياسي الذي كان الجيش الوطني الشعبي حينها أو المؤسسة الأمنية حينها وما زال بعض أقطابها على قيد الحياة، أتمنى أنا في يوم من الأيام أتكلم وأبوح ببعض الأشياء يسجلها التاريخ حتى إذا أخطأت يصوبونني أو يقولوا بأنك تفوهت بكلام لم يكن مبرمجا ولم يكن واقعيا. كانت ترغب المؤسسة الأمنية حينها أن تنسحب من الساحة السياسية وتترك السياسيين أن يقودوا المجتمع، ولم يكن لديها استعداد أن بأخطاء سياسيين تخرج الدبابة لمواجهة الشعب، هذا الشعب الذي ضحى. كان تريد بأنه إذا بما أنه عندي دكتوراه في تتبع الشأن الجزائري وعارف كل شيء، فبن قرينا بدا كينتقد بوتفليقة من بعد الحراك في 2019 بدا كيهاجمه واخا هو كان باقي حي ولا ميت. المهم مخاب ديك الساعة ما كانش معروف بأنه بوتفليقة مات، كان تيهاجمه لأنه كان أطاح به الحراك، فكانت هو ديك الشماعة اللي نعلقوا عليها كل شيء. ولكن بن قرينا واش انت ما عارفش بان الانترنت الارشيف ديالو ما كيتمسحش؟ دابا انت بديتي كتهاجم بوتفليقة بانه ماشي اللي دار لكم المصالحه، واخا هي فكره المصالحه اصلا فكره مغربي وانتم عايشين غير كوبي كول. ولكن معليش، وبن قرينا نفكروك شنو كنتي كتقول على الحزب الحاكم ديال بوتفليقة وشنو كانوا تيقولوا لك على بوتفليقة وكيفاش كنتي انت كتخدم مع بوتفليقة من اجل الرئاسه داخل الجزائر، واخا كنتي كتبين فيها بعض المرات بانك معارض وانت ما معارض مستحمص. المهم خليونا نمشيو لسنة 2018 يعني سنة قبل الحراك الجزائري. شنو كان تيقول بن قرينا على بوتفليقة وكيفاش كان تيتحالف مع الحزب ديالو من اجل استمرار حكم الكادر ديال بوتفليقة؟ انا لم اقل واحد سابق، انا ارحب حركة بناء الوطني ترحب باي شيء يجمع الجزائري ولا يلغيها اي شيء يجمع الجزائري مهما تعددت المسميات. حركة بناء الوطني وتشهد مختلف الصحافة الوطنية وفي من كتب علينا وعديد من التلفزيونات كانت حاضرة مع مقر الأحزاب أن المبادرة عندها 3 أشهر وتحت عنوان التوافق في الوطن، إلا أننا اليوم غيرنا التسمية سميناها اللي نقدمها بعد قائد محل المدارس، سميناها مبادرة التوافق عنوانها الجزائر للجميع حتى تبقى باسم جديد آخر وغيرنا التسمية. وأحيانا الوالد والوالدة يختلفوا على والجدة يختلفوا على تسمية الولد، واحد يسميه علي واحد يسميه الأخضر واحد يسميه محمد، فاليوم واحد يسميه عبد العزيز واحد يسميه كل واحد التسمية اللي عنده، والدكتور سماه باسم رئيس حزب ورئيس الدولة رئيس عبد العزيز واحد باسم. لكن شفتوا هذاك رئيس الافلان هذاك اللي معروف ومشهور بهذاك ديال شكون تفضوا هيا نضحكوا كاملين، زعما انا وياك بن قرينا جلسنا هنا وتحالفنا بجوج نتا الحركه ديالك وانا الحزب ديال افلان على ود عبد العزيز بوتفليقة بوتفليقة، يعني بن قرينا انت كنتي كدعم بوتفليقة والفيديوهات كاينين بالمئات ديال التملق ديالك للكادر ديال بوتفليقة، فصافي مسحتي كلشي بليغا وليتي معارض بحال كذبوا. داكشي اللي خدموا مع بوتفليقة ما خدموا حتى شي وزير واحد اخر ولا حتى شي موظف واحد اخر ولا شي مسؤول واحد اخر، واليوم قال لك العصابه ودايرين فيها عصابه. المهم بن قرينا انت والله ما راجل الا ما خديتيش الحق ديالك وما خديتيش المنصب ديال الوزير الاول بلاصه داك العرباوي ولا الحرباوي ولا مات الخرباوي. نكتفي بهذا القصف، كان معكم حاتم المرابط، شكرا على الدعم والتشجيع ديالكم للقناه، السلام عليكم.